تثمين نتائج المعرفة المحصلة من قبل الباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، وتلبية احتياجات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى. لقد بادر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشكورا بتقديم مقترحات لتسهيل استغلال أعمال البحث والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالمحاور الثلاثة موضوع دراسة هذه الورشة، وقد أوكلت مهمة تجسيده أو تجسيد هذه المقترحات إلى اللجان المشتركة بين القطاعين لقيام بمتابعة تنفيذ هذه الأعمال عن قرب والعمل على ضمان المرافقة الميدانية قصد إزالة كل عائق محتمل يمكن أن تواجهه فرق البحث التي ستتشكل لهذا الغرض. إن إشكاليات مشاريع البحث التنموي إن كانت محاورها مستمدة من مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية فإنه ينبغي أن تتجسد الانشغالات المطروحة في شكل مشاريع بحث يتجند بها لها الباحثون من أجل إيجاد حلول تساهم في التطوير وتستجيب لحق المواطن في الاستفادة من الذكاء الاجتماعي. ولا شك أن تحقيق خطوات جادة على هذا الصعيد لن يتآتى إلا بشراكة حقيقية تجمع بين عناصر النسيج البحثي من دوائر وزارية وهيئات بحثية وعلمية وباحثين مبتكرين ومهنيين، وكذا من خلال التركيز على إيجاد بيئة مناسبة لتثمين منتوج البحث والعمل على ضمان مطابقته للاحتياجات المطلوبة. السيدات والسادة، إن انعقاد مثل هذا اللقاء يعد تتويج لمسار جهودنا المشتركة وفرصة للإعلان عن انطلاق العمل من أجل مؤسسة المنظومة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار من خلال العمل على تطوير الكفاءات وتحويل صناعة المعرفة إلى عالم الاستخدام والإنتاج. إننا عازمون خلال الفترة القريبة القادمة على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها بكفاءة واقتدار. واليوم أود أن أؤكد مجددا بأننا على أتم الاستعداد للمساهمة في توجيه وتأطير كل المحترفين في القطاع لا سيما من حيث ترقية قدراتهم المنهجية، إضافة للعمل سويا على انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك حتى يعكف الباحثون بشكل خاص والأسرة العلمية بصفة عامة على التكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية للبلاد ودراسة تلك الانشغالات وإيجاد الحلول لمختلف العوائق التي يطرحها واقع العمل والتشغيل لا سيما من حيث التكيف مع المتغيرات الراهنة وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية. السيدات والسادة، يعد التثمين كما يعلم الجميع مرحلة حاسمة في عملية نقل المنتجات والمعارف التطبيقية من فضاءات البحث إلى القطاع المستعمل، ولذلك فهو يشكل انشغالا دائما من أجل إعطاء مضمون ملموس وعملي لسياسة البحث والتطوير التكنولوجي. وبهذا الخصوص أعلمكم أن السلطات العمومية قد حددت بعض الإجراءات المحفزة لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال إلى جانب تشجيع الباحثين الناشئين ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير التقنيات والارتقاء بمستوى التنمية في البلاد. السيدات والسادة، إن الجهود المبذولة في مجال إقامة نظام فعال للتطوير التكنولوجي قد تركزت على وجه الخصوص في إحداث هياكل
التطوير في شكل مصالح مشتركة ومراكز تحويل وحاضنات الابتكار، الشروع في تنفيذ مشاريع بحث مشتركة بين مختلف القطاعات، الشروع في إعداد النصوص القانونية المنظمة لإحداث هياكل البحث داخل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، الشروع في تزويد مراكز البحث ببرامج بحث وتطوير متعددة السنوات، إحداث أرضية تكنولوجيا لصناعة النماذج الأولية، تدعيم مخابر البحث بالإمكانات الضرورية التي تسمح للأساتذة الباحثين بممارسة نشاطات البحث والتطوير، الشروع في إحداث مخابر مميزة تستجيب لمعايير الامتياز في مجال التطوير وترقية المعارف وجودة التكوين، الشروع في إحداث مخابر مشتركة ومخابر مختلطة. السيدات والسادة، إن مردود البحوث المنجزة وقدرتها على التأثير في الواقع الاقتصادي والاجتماعي يبقى مرهونا بالجهود التي يتعدي بذلها من أجل الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير إلى مستوى الابتكار والتثمين وصناعة النماذج وتسويقها. إنه التحدي المطروح على بلادنا اليوم خصوصا في ظل افتقار جل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية إلى كيانات بحث وتطوير وعدم امتلاكها لباحثين دائمين. ومن جهة أخرى، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل جعل البحث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال ما بات يعرف بالتعليم من أجل التنمية، وذلك عن طريق توجيه الطلبة في الطورين الثاني والثالث نحو الموضوعات المرتبطة بمعالجة الاحتياجات في مجال التطوير، تدريب المتكونين على سلسلة من العمليات ابتداء من الفكرة إلى عملية التصميم وبناء النماذج الأولى المخبري إلى النموذج الإنتاجي تمهيدا للوصول إلى ضبط المواصفات والمتطلبات الصناعية، الحرص عند تنفيذ مختلف البرامج الوطنية للبحث على انتقاء مواضيع بحثية مستمدة من الواقع الاقتصادي لترجمتها في مشاريع بحثية. ختاما، لا يسعني إلى أن أجد امتناني لجهود الطيبة التي شرعت بعض القطاعات الوزارية في اقتراحها على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التكفل ببعض الاحتياجات الوطنية في إطار تشكيل نواة قطاعية مشتركة للنهوض بالبحث القطاعي المشترك، وأتقدم بشكر لكل القائمين على إعداد ومتابعة تنفيذ برنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الصلة بمحاور ونشاطات البحث المشتركة بين القطاعين، متمنين للجان المنصبة لهذا العرض كل التوفيق والنجاح. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، السلام عليكم. بداية، أود أن أعبر لكم عن سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذا الحدث الذي يكتسي أهمية بالغة لكل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أنتهز هذه الفرصة لأقدم تشكراتي الخالصة لزميلي السيد طيب بوزيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على كرم الدعوة وحفوة الاستقبال. سيداتي وسادتي الأفاضل، نلتقي اليوم بهدف رسم أولى خطوات التعاون الذي يأتي تلبية لتوجيهات معالي السيد الوزير الأول فيما يتعلق بموضوع ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية. وهذا اللقاء محطة ذات أهمية بالغة بالنسبة لدائرتين الوزاريتين، حيث أنه يجسد التعاون والتنسيق المتواصل
بين كل من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. لا شك أنكم تدركون بأن العالم اليوم يشهد تحولات عميقة، وبما أن الجزائر هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم، فهي بالتالي تتأثر بكل هذه التحولات وتؤثر فيها على حد سواء. إن بروز مسارات جديدة على المستوى المهني تجعلنا نفكر في تطوير نظامنا من جديد لكي يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وكذا لتطلعات مواطنينا. وعلى ضوء هذه الظروف يجب علينا التحلي بروح عالية من المسؤولية والصدق من أجل بناء جزائر قوية تسع الأجيال القادمة. سيداتي وسادتي الأفاضل، لا يخفى عليكم أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتطور الدول، وأن كل ميادين التنمية سواء أن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية تعتبر ذات أهمية حيوية. وعلى هذا فإن تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا يفرض علينا الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة الذي يعد عاملاً فاعلاً تبنى على أساسه استراتيجيات الدول العظمى. ولهذا كان من الضروري الرقي بمكانة البحث العلمي في الجزائر وتثمينه من أجل تقليص الفجوة بين المؤسسات الاقتصادية والبحث العلمي، وجعل هذا الأخير في قلب المنظومة الاقتصادية. على هذا الأساس يتعين علينا كل من موقعه إعطاء العناية الكاملة للتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية العمومية. وانطلاقا من هذا، فإن أملنا كبير في رؤية جامعتنا أكثر تفتحا على المجتمع وعلى مختلف المستجدات، كما أن رغبتنا كبيرة أن يصبح البحث العلمي محركا للاقتصاد الوطني. وهذا كله من أجل الإجابة على الانشغالات التي تطرح نفسها في الواقع الاقتصادي الجزائري. ومن هذا المنبر أتوجه بالشكر الجزير لكل إطارات الدائرتين الوزارتين ومسؤولي البحث العلمي الذين يبذلون جهدا جبار من أجل الارتقاء بهذا الأخير وإشراكه في مجال الاقتصاد وعالم الشغل والضمان الاجتماعي. وإيمانا منا بأهمية البحث العلمي، قامت الحكومة بتسخير وسائل ضخمة وتعبئة طاقات بشرية كبيرة من أجل ضمان نشر المعرفة العلمية لفائدة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك أن بلادنا الجزائر تتوفر على حجم كبير من المؤهلات البشرية
والمادية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، فهي تزخر بعدد كبير من الباحثين ومخابر البحث وكذا البحوث المنجزة. هذه المؤهلات لا بد من استغلالها أحسن استغلال من قبل القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة. إنني على يقين بأن الرهان الحالي والمستقبلي يتمثل في اكتساب المعارف والتكنولوجيات وجعلها في خدمة المواطن. إن العلاقة بين الجامعة وبيئتها الخارجية تشهد تطوراً هاماً، سواء كان ذلك على مستوى منظومة التعليم أو على مستوى النظام الوطني للبحث الذي تخطى مراحل كبيرة في طريقه إلى بناء كفاءات توضع تحت تصرف أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين. وهذا ما نتطلع إليه اليوم، وسنسهر على أن تكون نشاطاتنا موجهة ونتائجها ملموسة، بحيث لن تخضع لاعتبارات مجردة أو شعارات ديماغوجية. ولهذا الغرض كذلك يندرج مساعنا المشترك اليوم من خلال إنشاء مخابر مشتركة. أيها الحضور الكريم، يعد إدماج البحث العلمي في قطاعنا أمراً استراتيجياً للغاية، أو قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فهو يجسد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 10 جويلية 2019. وهذا اليوم سيكون يوما تاريخيا في إطار التعاون الثنائي بين قطاعين الوزاريين، والذي نأمل من خلاله أن يكون مستداما وقويا. إن التوقيع على الاتفاقية الإطار بين دائرتنا الوزارتين وإنشاء مخبرين لا يمثلان سوى الخطوة الأولى لبرنامج طموح سيمس كل القطاع بما فيه الهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. في هذا الإطار سنسعى جاهدين إلى خلق ديناميكية لجعل كل من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل مؤسستين فاعلتين في مجال البحث العلمي. ولا يقف طموحنا عند هذا الحد، بل يتجاوز بذلك إلى جعلها قطبين للبحث بامتياز. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن قطاعنا الوزاري الذي يتمتع بالطابع الاقتصادي اسمحوا لي، إلا أنه كان من السابقين للدعوة لإبرام اتفاقية إطار وإنشاء مخبرين للبحث العلمي خاص بالقطاع، إيماناً منا بأن البحث العلمي في شقه المتمثل في التحويل الغير التكنولوجي أي الاجتماعي ضرورة للحوكمة الرشيدة، ومن هذا المنبر اسمحوا لي أن أشارككم فرحتي على إثر توقيع على هاتين الاتفاقيتين، حيث أن التطبيق الفعلي لهما سيساهم دون أدنى شك في إنجاز الأهداف الرئيسية لترقية التشغيل والعمل
والضمان الاجتماعي. هذا كله من أجل تحقيق هدفين أساسيين هما تطوير الاقتصاد الوطني من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى. سيداتي وسادتي، إن وعينا ومسؤوليتنا الاجتماعية يفرضان علينا منح أولى الأولويات لإنجاز مشروعنا المشترك، لأن تدفق الابتكارات الناتجة عن البحث وتفعيلها يساهم في تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا. ولما كانت أبحاث اليوم هي منتوجات الغد ومناصب شغل فيما بعد، فإننا واعون كل الوعي بأنه علينا أن ننظم أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا انطلاقا من معطيات العلم والبحث العلمي وإشراكه في المنظومة الاقتصادية. وفي الأخير أدعو الله أن ينعم جزائرنا الحبيبة بخيراته، وأن يعم السلم والأمن والطمأنينة على مستوى كل قطر الوطني، من أجل حاضر هادئ ومستقبل مزدهر. شاكرا لكم كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. De notre journée rapidement, donc je ne vais pas trop m'étaler. On va parler des objectifs de la journée, de cette journée. Donc on va un peu initier et développer le cadre de la collaboration intersectorielle. On va partager la vision stratégique, notre vision, et vous poser notre problématique. On va aussi, on aura l'occasion de connaître le potentiel. Et pour ça, je tiens à dire qu'on a un sérieux problème. Quand j'ai eu l'occasion de faire des séances de travail avec le représentant et certains directeurs de centres de recherche, j'ai été agréablement surprise que pratiquement certaines problématiques ont été déjà posées, ont déjà été intellectualisées, qu'il y a eu de la recherche et de la matière. Donc on va faire rencontrer le besoin et l'offre, si vous voulez. Le troisième point, c'est la création de laboratoires associés et signatures de conventions que je considère moi-même comme vraiment un projet, le projet. Par rapport aux objectifs des ateliers, bon, il y a des objectifs qui vont revenir, mais je vais reprendre juste l'identification des acteurs de coopération, donc les deux vis-à-vis des deux ministères, la formalisation et la désignation des commissions mixtes par atelier, et ça pour donner un sens de durabilité et d'efficacité. Le point de départ, l'autre point de départ de cette collaboration, de cette coopération, qu'on imagine ambitieuse, c'est ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est la signature de la convention cadre. Mais avant ça, hier, je pense que vous êtes au courant que officiellement, il y a eu la création des deux laboratoires de recherche au niveau donc, de notre ministère, qui sont au niveau de l'INT et au niveau de l'École supérieure de la sécurité sociale. Donc il y a eu la signature de convention, il va y avoir une signature de convention entre l'INT et HEC pour les 1. Il va y avoir aussi une autre convention entre l'École supérieure de la sécurité sociale, l'Université de Médéa, et bien sûr les travaux des ateliers de réflexion et l'installation des commissions mixtes. Il n'y a pas de توجيه. إذن عندما نؤسس مخبر مشترك من ليس من أجل إنجاز مشاريع كلاسيكية نظرية، وإنما من أجل إنجاز وتنفيذ أعمال بحث موجهة ذات طابع خدماتي للمواطن الجزائري، لأن هذا المواطن من حقه أن يستفيد من عصارة باحثيه، وكذلك هذا المواطن سوف يعترف لباحثيه
بالجميل من أجل ماذا؟ من أجل خدمته في الواقع. هو أن الإشكاليات المطروحة تنبع من الواقع وتكون قابلة للاستغلال، وتكون قابلة للاستغلال الفعلي، ليست مشاريع نبقى فيها 4 سنوات أو 3 سنوات، وإنما هناك مشاريع موجهة لمدة 6 أشهر 9 أشهر كذا، لكي نستجيب، لأن هناك تطور سريع فائق السرعة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي، لكي نستجيب لها لابد من أن نتدخل في الوقت المناسب. النتائج المنتظرة من تنفيذ المشاريع في يومنا هذا ماذا؟ طبعا نكون هذه اللجان اليوم إن شاء الله مع الباحثين، مع اللجان المشتركة في ليزاتيولي في الثلاث محاور الأساسية. إذا لابد من ماذا ننتظر؟ هو إدراج التقنيات الحديثة في تسيير الابتكار لتعزيز أدوات التحكم في الشغل والتشغيل. الثانية هي تطوير البحث لإيجاد الأدوات المساعدة على متابعة طرق التشخيص وتطبيقاتها من أجل حماية النظام الوطني للأمن الاجتماعي. الشيء الثالث هو التحكم في الحركية المهنية، من طبعا أن طرق العمل وأساليب العمل دائما في تغير مستمر تتطلبها السوق الدولية. إذا لابد من حركة مهنية، لابد كما تفضلت الزميلة كذلك في مداخلتها، لابد من انتقاء وتشخيص ودراسة ماذا المتطلبات الحقيقية للمهن المتجددة وفقا لمتطلبات السوق.